السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم الحياة مدرسة مع أم محمد. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة، والأمور ديالكم غادا مزيانة وكيف ما كتمناو إن شاء الله. اليوم إن شاء الله عندنا بعض التمارين دي زيكزارسيس في اللغة الفرنسية. دونك مرة نديرو تمارين، مرة نديرو دي لوسون، باش بحال هكا نتعلمو في لي زيكزارسيس حتى كيفاش نكتبو الكلمات. يعني ضروري خصنا نتعلمو، خصنا نتدربو على كتابة الكلمات بحال ديكتي. بحال المهم هنا عندنا كنديرو لابخاتيك في هاد لي زيكزارسيس. اذا غادي نبداو على بركة الله. دونك لو بروميي اكزارسيس اشنو كيقول لينا؟ Le premier exercice qui est dit, je complète par I ou bien E. Donc, on a deux lettres. On a la lettre I ou la lettre E. Donc, on a les mots, les kalimat. On a, je dois compléter, les mots, les lettres d'yelhom. D'accord? Donc, le premier mot, c'est ça. واش كنقولوا سينيما ولا كنقولوا سينيما ولا كنقولوا سينيما ولا كنقولوا سينيما؟ هنا عاوتاني، واش كنقولوا مارشي ولا كنقولوا مارشي؟ هنا عاوتاني، هاد لو مو هذا واش كنقولوا ليفغ ولا كنقولوا ليفغ؟ هنا عاوتاني، واش كنقولوا اكريتور اكريتور ولا كنقولوا écriture ou le kangoulou écriture ou le kangoulou écriture. يعني نعطيكم واحد المهله ديال التفكير باش تفكروا باش ندوزوا الاجوبه. اذا هنا هو عندنا الجواب. Donc le premier mot li عندنا هنايا سينيما سينيما. دونك هنا في الاول عندنا اي، من بعد عندنا اي. سينيما مارشي، اوكي سينيما هي السينما، اوكي المارشي المارشي اللي هو السوق. ليفغ الكتاب. اكريتور اكريتور اللي هي الكتابه. دونك سينيما مارشي ليفغ écriture. On passe à d'autres mots. Donc, on a obtenu le même exercice. On a obtenu que je dois compléter E ou le B. On a dit école ou la rangoule école. On a obtenu canapé ou la canapé. On a dit bibi ou bien bébé. Attends, comment vous l'avez dit? Voilà, donc هنا le premier mot عندنا école. École. Canapé. Bébé. École. Canapé. Bébé. École. Canapé. Bébé. Alors, on va passer maintenant au deuxième exercice. Complète par F ou V. عندنا F. هنا F. ما كنسمعوهاش الا درنا يدينا على الحلق ديالنا وقلنا ما عندناش واحد لي فيبراسيون، ما عندناش فيبراسيون ولكن الا قلنا في، الا قلنا في، الا حطينا الايد ديالنا على الحلق ديالنا غنسمعوا بحال لي فيبراسيون، كي فيبري الحلق ديالنا كي فيبري. داكوغ، دابا هذا هو الفرق في لا برونونسياسيون ما بين اف و في. دونك هنا عندنا واش غادي نقولوا فام ولا غنقولوا فام؟ وهنا واش غنقولوا فاش ولا غنقولوا فاش؟ نعطيكم مهله ديال التفكير. دونك هنا غنقولوا فام وغنقولوا فاش. سي بيان. لو ميم اكزارسيس. هنا واش غنقولوا فيلاج ولا غنقولوا فيلاج؟ هنا واش غنقولوا فيل ولا غنقولوا فيل؟ هنا واش غنقولوا فور ولا غنقولوا فور؟ دونك شتو الفرق في لا برونونسياسيون مهمه جدا. اذا
أعطاكم مهلة تفكير. دونك سي بيان، عندنا في الاول فيلاج، اللي هو الفيلاج، كنمشيو للفيلاج. اوكي الفيلاج القريه، فيل فيل مدينه، فيل اوكي، فور فور قوي، فور. اذا عندنا فيلاج فيل فور. هنا عندنا واش غنقولوا فيلو او بيان فيلو، غنقولوا انفون او بيان انفون، واش غنقولوا هنا فينيتر او بيان فينيتر. اذا نعطيكم مهله للتفكير. كما كتشوفوا معايا عاوتاني هنايا كنقولوا فيلو اللي هي البيسكليت البيسكليطه، فيلو انفون طفل، فينيتر اللي هي الفينيتر اللي هي سميتها لا فينيتر الشرجم النافذه. فوالا دونك عندنا فيلو انفون فينيتر، فيلو انفون فينيتر. اون باس troisième exercice. قالوا لينا هنايا جو كومبوز دي مو افيك لي لتر. دونك هنا عندنا دي لتر وخصني نكومبوزي من هاد لي لتر، جو في كومبوزي ان مو داكور. دونك من هاد لي لتر غادي نجمعوهم و جو كومبوزي ان مو، غادي ندير واحد لو مو هنايا غيتكون ليا ان مو هنايا. دونك هنا غادي نعطيكم مهله للتفكير. إذن voilà. Donc le premier mot هو cinéma. 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 Le deuxième mot هو cheval. Le troisième mot joli. OK, cinéma اللي هو cinéma. Cheval, d'accord, cheval اللي هو العود. جولي هي شي حاجه زوينه. دونك عندنا عاوتاني 3 مو سوري. عندنا هنا عاوتاني 3 ديال لي عندنا لي لتر. اوكي عندنا لي زيكزامبل ديال دي لتر اللي خصنا عاوتاني نجمعوهم بور كومبوزي دي ديمو. إذن هنا عندنا فاليز، دونك فاليز. عندنا فواياج اوكي، وعندنا رو دونك لا فاليز اللي هي الباليزة فاليز، فواياج اللي هو السفر، رو اللي هي الزنقة. فاليز فواياج رو. اون اوتر فوا اذا كما كتشوفوا معايا هنايا لي اللي هو الحليب لي لي داكور. عندنا
Ma, ok. Marteau. Marteau, اللي هي المطرقة. Marteau. Et عندنا bougie. Ok, bougie. Donc عندنا lait, اللي هو الحليب. Marteau. وعندنا bougie. D'accord, اللي هي شمعة. Bougie. D'accord. Et donc voilà, je pense à ce que nous avons. Pour les exercices de l'aujourd'hui, je vous souhaite de vous faire un peu de temps. Et que vous ne vous souhaitez pas de vous faire un peu de temps. Je vous remercie beaucoup pour vos suggestions, pour vos commentaires. Barakallahu fikoum. Et inchallah, vous allez vous faire un peu de temps. Et ne vous souhaitez pas de like, de les commentaires. Et je vous remercie beaucoup. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.